أهلا بكم مشاهدينا في هذا المساء، مساء الوطن. خادم الحرمين الشريفين يؤكد أن المملكة جردت الفكر المنحرف من كل الشبهات ويدعو الأمة الإسلامية إلى التمسك بهويتها. وزير الداخلية يقف على جاهزية الجهات المشاركة في الحج وصول أكثر من 1,200,000 حاج إلى المشاعر المقدسة. طوابير وازدحام مع طرح نسخة آيفون 6 في أسواق المملكة. ونتابع أيضا في هذا المساء مدينة فيفا معشوقة الضباب والمناظر الخلابة. وتتابعون معي في جولتي صحافة وتويتر. في قصة صحافة لهذا المساء خبر من صحيفة الحياة بعنوان أب مصاب بمتلازمة داون لا يعرف عائلته لكن حياتهم طبيعية. مغردو تويتر يتفاعلون مع هاشتاغ بعنوان 60% من السعوديين يملكون مساكن على خلفية دراسة من وزارة التخطيط والاقتصاد. مشاهدينا كالعادة ننوه إلى أنه يمكنكم المشاركة بأسئلتكم واستفساراتكم معنا في كافة محاورنا لهذا المساء عبر الهاشتاغ مساء الوطن في تويتر. أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة استطاعت تجريد الفكر المنحرف من كل الشبهات التي حاول أن يجد فيها سندا له بفضل التعاون بين علمائنا وأجهزتنا الأمنية ووسائلنا الإعلامية والثقافية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله أمير مكة المكرمة في افتتاح مؤتمر مكة المكرمة 15 الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت عنوان الثقافة الإسلامية الأصالة والمعاصرة. ونحن في المملكة العربية السعودية استطعنا أن نجرد الفكر المنحرف من كل الشبهات التي حاول أن يجد فيها سنداً له وينشر من خلالها دعايته بفضل التعاون بين علمائنا وأجهزتنا الأمنية ووسائلنا الإعلامية والثقافية، فكوننا بذلك جبهة موحدة عملت على كل المستويات وفي كل الاتجاهات لإيجاد تحصين قوي ومستقر في المجتمع من هذه الآفة الدخيلة. ولئن كان التفريط في الثقافة الإسلامية والتقصير في حمايتها أحد العوامل التي أوقعت بعض أوطاننا العربية الإسلامية في دوامة من المشكلات، فإن الاستقرار الذي تنعم به المملكة والحمد لله يستند إلى محافظتها على ثقافاتها التي هي الثقافة الإسلامية، وستستمر بإذن الله على هذا المسار الذي تأسست عليه المملكة. وقد استطعنا بتوفيق الله أن نصل إلى معادلة التوفيق بين الأصالة والمعاصرة في المسائل الثقافية، فلم يمنعنا التمسك بأصالتنا وبناء منهجنا عليها من مواكبة العصر والاستفادة من كل إبداعاته وتطوراته المفيدة. ودعا خادم الحرمين الشريفين في كلمته الأمة الإسلامية إلى التمسك بثقافتها والدفاع عنها بالطرق المشروعة، مؤكدا ضرورة إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين للتعايش والتعاون في فضاء المشترك الإنساني الواسع. فمن الواجب على الأمة الإسلامية أن تتمسك بثقافتها وتدافع عنها بالطرق المشروعة ووفاؤها بالتزاماتها في التعاون الدولي والإنساني لا يتعارض مع خصوصيتها الثقافية، ذلك أن التنمية البشرية وما يتصل بها من مفاهيم كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان
لا يجوز أن تكون خارجة عن إطار البيئة الثقافية للأمة، وصلتنا بثقافتنا تتطلب موازنة بين جانبي الأصالة المعاصرة فيها، فالمعاصرة هي الاتصال الفاعل بعصرنا والتعامل مع مشكلاته وملابساته والاستفادة مما يتوفر فيه من تطورات في العلوم والمعارف ونظم الحياة المختلفة. في سياق متصل أشاد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامية الدكتور عبدالله التركي بجهود المملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، وصفها بأنها تجربة رائدة يجب استثمارها. وإن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب تعد تجربة فذة رائدة تحتوي على رصيد كبير من الخبرة والنجاح، وهي جديرة بأن يشاد بها وتستثمر في الدراسات والبحوث التي تعتني بهذا الموضوع المهم. ولا شك أن وراء هذه الجهود المظفرة قيادة حكيمة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الذي يغتنم كل مناسبة لإطلاق توجيهات قوية وبعيدة الأهداف في معالجة قضايا الإرهاب وما يتعلق به، ويحث الشخصيات ذات الشأن في الأمة للإطلاع بمسؤولية تصحيح المفاهيم وتوعية الناس ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال والاعتناء بشباب الأمة والتضامن بين دولها وشعوبها ومنظماتها، والإرشاد إلى أن التعامل مع الآخرين ممن يخالفنا في الدين والحضارة إنما يكون بفتح سبل الحوار ودعم جهوده والتوعية بحاجة الإنسانية إليه لإزالة ما بينها من التصورات الخاطئة. من جانبه شدد مفتي عام المملكة رئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ عبد العزيز آل شيخ على ضرورة توعية الشباب وعدم الاغترار بالمبادئ الضالة والآراء الزائفة التي جاء بها أعداء الإسلام. هذه ثقافتنا يجب أن تمثل في الدعوة إلى الله وتحذير أمتنا من الأخطار المحدقة بها ومن المبادئ الهدامة الإرهابية المتطرفة والإرهاب الظالم والعدوان الغاشم. يجب أن يكون توعية شبابنا لنستنقذهم من الاغترار بهذه المبادئ الضالة والآراء الزائفة التي جاء بها أعداء الإسلام ليفرقوا جمعنا ويشتتوا كلمتنا ويزرع الأحقاد والبغضاء في قلوب أبنائنا بعضنا لبعض. فجدير بنا أن ننهض بأمتنا وأن يكون موقف توعوي جيد في كل مراحل الحياة، لا في التعليم ولا في الخطابة ولا في الإعلام وغير ذلك، أن نوعي هذه الأمة ونبين الحق من الباطل ونهديها صراط الله المستقيم. فعلماء الأمة هم مسؤولون أمام الله عن هذا التوجيه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا الواجب على العلماء. تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا المشاعر المقدسة للوقوف على استعدادات الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام، واطمأن على الإمكانات الآلية والبشرية التي هيأتها الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج. واستهل السمو الأمير محمد بن نايف الجولة بزيارة لمعسكرات قوات الطوارئ الخاصة، حيث استعرض سموه الوحدات الأمنية المشاركة في موسم حج هذا العام، وشاهد العروض العسكرية المتعددة للقوات الأرضية والجوية المشاركة في تنفيذ الخطط، إضافة إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها تلك الآليات والمعدات والقوات خلال الحج. معنا من مكة مراسلنا أيمن ثبيتي. أيمن، يعني واضح جدا أنه عبء كبير وعمل جبار للجهات المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام، بشرح مفصل حدثنا أيمن أهم الاستعدادات والخدمات التي قدمت لحجيج هذا العام. نعم، بداية تحية لك ولكافة مشاهدي قناة الإخبارية، ونحن نعيش هذه الليالي المباركة، ليالي
الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي العهد وسمو ولي العهد وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز رئيس لجنة الحج العليا، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية. كما تابعت وتابع الكثير اليوم هو وهي جولة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اطلع سموه الكريم على كافة الاستعدادات التي أعدتها الجهات الأمنية لتأمين وسلام الضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. هي عادة سنوية اعتادتها وزارة الداخلية لإطلاع سمو وزير الداخلية على كافة الخطط الأمنية المنفذة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. كما تعلمين زميلتي حفصة، أعداد كبيرة تؤدي هذه الشعيرة متنقلة بين مكة المكرمة ومنى وعرفات مزدلفة والعودة مرة أخرى إلى منى، والمحطة الأخيرة هي مكة المكرمة. كل هذه الأعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى خطط أمنية محكمة لتأمين تحركاتهم. الجهات الأمنية حفظها الله هنا في المملكة العربية السعودية لديها الخبرة الكافية ولديها كل الاستعدادات لتأمين ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم ليؤدي هذه الشعيرة بكل سكينة وهدوء. كل الأجهزة الحكومية أيضا استعدت منذ وقت مبكر، وخاصة تلك الأجهزة التي لها علاقة مباشرة مع ضيوف الرحمن، وزارة الحج، وزارة الصحة، أيضا وزارة الشؤون البلدية والقروية. بالأمس أيضا كان هناك زيارة لصاحب السمو الملك الأمير منصور بن متعب ابن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، اطلع سموه الكريم على كافة الاستعدادات والمشاريع المنجزة التي تم الانتهاء منها في هذا العام، وأيضا المشاريع التي سوف تنتهي بمشيئة الله تعالى في الأعوام القادمة. للأمانة حفصة وأيضا المشاهد الكريم متابعنا، هي مشاريع عملاقة جدا ومهمة تصب في راحة والتيسير والتسهيل على ضيف الرحمن، وأكبر دليل على هذه المشاريع هي منشأة الجمرات العملاقة التي يتنقل فيها ضيوف الرحمن، وتعتبر هي رحلة إيمانية لهم خاصة في الرمي أيام التشريق، تعتبر أيضا هي رحلة ممتعة في ظل هذه المنشأة الكبيرة متعددة الطوابق. كل الأمنيات لضيوف الرحمن أن ينعموا بموسم هادي في ظل منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله. نعم أيمن، طيب يعني من خلال تواجدك في مكة المكرمة واختلاطك مع الحجاج، كيف لمست انطباعاتهم خصوصا للذين سبق لهم أن أدوا فريضة الحج؟ يعني لو أحدثنا عملية مقارنة مع هؤلاء الحجاج عن حج هذا العام وأيضا المواسم السابقة، أكثر ما لمسوه من سواء التوسعات لموسم هذا العام أو حتى نعم. الخدمات المقدمة إليهم، كيف هي انطباعاتهم؟ نعم، كما تعلمين وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ابن عبد العزيز حفظه الله من الاستفادة من توسعة الملك عبد الله للساحات الشمالية من المراحل المنجزة سواء في المطاف أو أيضا في الساحات الشمالية. تم يعني هذه التوسعة المباركة سهلت على ضيوف الرحمن أداء صلواتهم في المسجد الحرام بكل يسر وسهولة. ضيوف الرحمن ينعمون ولله الحمد بكل ما هو ينصب في مصلحتهم من خلال هذه التوسعات المباركة، من خلال أيضا المشاريع العملاقة التي تنفذها هذه البلاد المباركة خدمة لضيوف الرحمن. ما نلمس من ضيوف الرحمن سوى
الرضا والدعاء لقادة هذه البلاد أن يديم الله علينا نعمة الأمن والأمان. تحركاتهم وتنقلاتهم هي تسير بحفظ الله أولا وأخيرا، ثم برجال الأمن الذين يقفون معهم ليلا ونهارا لتأمين تحركاتهم وللتيسير عليهم. نعم، أشكرك مراسلنا من مكة أيمن ثبيتي، ونتمنى التوفيق. فعلا جهد يشكر عليه جميع الجهات المعنية، سواء كانوا رجال الأمن، الوزارات، كل المؤسسات المعنية بخدمة حجيج هذا العام. جهود مشكورة فعلا يشكرون عليها، ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا أيمن. أشاد صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية وجهود الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية بالعاصمة المقدسة في إنجاز الكثير من المشاريع التي تم تدشين بعضها قبل حج هذا العام، وأكد خلال جولة في المشاعر المقدسة اكتمال مشروع منشأة الجمرات، حيث يتم تشغيلها وصيانتها بإشراف الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية. تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام ومدى جاهزية المشاريع الجديدة التي نفذتها الوزارة، حيث وقف على المرحلة الثانية من مشروع ربط منطقة العزيزية بالدور الثاني المستوى الثالث لمنشأة الجمرات الحديثة التي تشمل إنشاء محطة إركاب ملاصقة لمحطة الإركاب السفلية التي تم تنفيذها بالمرحلة الأولى والخاصة بنقل الحجاج من وإلى الدور الثاني للجمرات. ما يتم من مشاريع فهو ضمن خطة محددة مسبقا من قبل لجنة الحج العليا، فهي الجهة المنظمة التي تعمل جميع الأجهزة الحكومية من خلالها المعنية بخدمات الحج. وما تم اليوم هو تدشين بعض المشاريع التي تمت مثل ما ذكرنا سابقا، وكذلك في مشاريع تم البدء فيها في أعوام سابقة وجاري استكمالها، وكذلك في مشاريع جاري تنفيذها ولم تكتمل. فلذلك الزيارة اليوم الحمد لله حسب ما حدد من جدول زمني للمشاريع، الحمد لله المشاريع التي حدد إنجازها هذا العام أنجزت، ولذلك تم هالسنة ربط مثل ما ذكرت عندنا 4 مشاريع تم الانتهاء منها ومشاريع جاري العمل عليها إن شاء الله. ونحن نتمنى اللي نرجو كلنا جميعا سواء في الأجهزة الحكومية أو جميع المواطن إن شاء الله يتم الحج للحجاج بيسر وسلامة وأمن وأمان، وإن الله إن شاء الله يعني يتم أداء فريضة الحج ويرجع إلى بلادهم إن شاء الله سالمين غانمين بحول الله. كما شملت جولة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية مشروع توسيع منطقة نزول الحجاج مزدلفة واحد مع جسر عبور على شارع العزيزية، كما وقف على جاهزية محطة معالجة مخلفات المجازر بالمعاصم والتي تبلغ تكلفتها 200 مليون ريال. أيمن الثبيتي، الإخبارية، مكة المكرمة. على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة للجوازات وصول أكثر من 1,263,000 حاج إلى المملكة بواقع 1,100,000 عن طريق الجو و56,000 برا، فيما دخل عن طريق البحر 13,600 حاج، وذلك بنقص بلغ 24,400 عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تقدر ب 2%. تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن سديس المشروعات في المسجد الحرام، وهي مشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمطاف ومشروع توسعة الملك عبد الله للمسجد الحرام. واطلع خلال جولته التفقدية إلى كل من شأنه تسهيل أداء المناسك والعبادات لضيوف الرحمن، كما اطلع على المراحل التي وصلت إليها المشاريع المنفذة بالمسجد الحرام والتأكد من اكتمال جميع الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن. أكد قائد قوات الدفاع المدني بمشعر منى جاهزية قوات الدفاع المدني المشاركة في موسم حج هذا العام وفق خطة متكاملة، وتشمل خطة انضمام آليات حديثة لأول مرة، إضافة إلى مراجعة مواقع دوريات السلامة ومجموعة الإشراف الوقائي. منذ وقت مبكر استعدت قوات الدفاع المدني بمشعر منى
بالعمل المكثف، وذلك على ضوء دراسات وافية لتلافي السلبيات والوقوف على الإيجابيات والسعي لتعزيزها خلال موسم الحج. خطة قوات الدفاع المدني بمشعر منى هي جزء من خطة المديرية العامة للدفاع المدني لموسم حج هذا العام. وخطة المديرية العامة بنيت على معطيات وتصورات وافتراضات ودروس مستفادة من تجاربنا في السنوات الماضية. بدأنا في تنفيذ الخطة أو في الاستعداد لتنفيذ الخطة من انتهاء الموسم السابق من خلال مراجعة مواقع المراكز، مواقع دوريات السلامة، مجموعات الإشراف الوقائي، أيضا فيها العديد من الآليات الحديثة اللي طلبت ودخلت الخدمة لأول مرة خلال موسم هذا العام. ولأهمية مشعر منى واستشعارا للمخاطر المحتملة التي قد تقع، تم تدريب العاملين على جميع الآليات والمعدات، وذلك بشكل يومي للتأكد من جاهزيتهم لحج هذا العام. أعددنا العديد من برامج التدريب والخطط الفرضية، تأكدنا من كفاءة زملائنا العاملين سواء الضباط والأفراد على جميع آليات ومعدات الدفاع المدني، عملنا لهم اختبارات وتقييم وتأكدنا من كفاءتهم، وإن شاء الله أنه الموسم هذا ينتهي بدون ما نحتاج فرق التدخل في الحوادث، لكن لولا قدر الله واحتجناها فبيكون الزملاء العاملين عليها على كفاءة عالية واحترافية جيدة. خطط محكمة وبدايات موفقة رسمتها المديرية العامة للدفاع المدني بكل إتقان خدمة لضيوف الرحمن. وفرت وزارة الصحة جميع التجهيزات العلاجية والوقائية والمستلزمات الطبية والدوائية على مدار الساعة، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة طبيا وفنيا وإداريا للمراكز الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك بهدف تقديم أرقى الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، في حين تم إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي لأكثر من 270 ألف حاج وحاجة، كما تم تحصين أكثر من 174 حاج وحاجة ضد مرض الحمى الشوكية الرباعية، وتحويل 5 حالات للحجاج القادمين عبر المطار من الذين تستدعي حالاتهم الصحية. ثانيا، وزارة الصحة في هذا العام عملت خطط احترازية وقائية محكمة نفذت على جميع القادمين منعا لوفادة أي أمراض وبائية أو محجرية إلى أرض الوطن لا قدر الله. هذه الخطط الوقائية عرضت على خبراء سعوديين استشاريين في الأمراض المعدية وفي الصحة العامة، وكذلك استأنسنا برأي منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص. نفذت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة جولات مكثفة على أماكن بيع المواد الغذائية ومحلات الوجبات الخفيفة الواقعة بمحيط مسجد العمرة، نظرا لما تشهده تلك المنطقة من كثافة من المعتمرين خلال هذه الأيام. وأسفرت الحملات عن مصادرة وإتلاف أكثر من 2000 كيلوغرام من اللحوم والدواجن من المطاعم ومحلات تحضير الإعاشة لحجاج بيت الله الحرام، وتم إغلاق أكثر من 51 مطعما لمخالفتهم الاشتراطات الصحية. مع طرح النسخة الجديدة من آيفون 6 في أسواق المملكة، تجمع الكثير من الناس في طوابير طويلة وازدحام خانق على أمل الحصول على الهاتف الجديد. هلا
حول هالموضوع أو تحديدا هذا المشهد، نحتاج إلى طبيب نفسي فعلا معنا، استشاري الطب النفسي مدير عام مركز خبراء النفس بجدة دكتور محمد الحامد. دكتور محمد أهلا بك معنا. يعني كيف نفسر هذا الهوس الشديد عند بعض الأشخاص لاقتناء مثل هذه الأجهزة فور وصولها؟ أهلا وسهلا ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. حقيقة المنظر هذا ليس منظر جديد على الشارع، يعني المناظر هذه بتتكرر مؤخرا بشكل لافت للنظر، قضية الاقتناء وقضية الاستهلاك. والأمر من وجهة نظري يعود بالدرجة الأولى إلى انتشار ثقافة الاستهلاك، وساهم في هذا الأمر أمور كثيرة ومتعددة. طبعا من المعروف أن الفكر الرأسمالي يعتمد اعتماد كبير جدا على تنمية ثقافة الاستهلاك وفكرة الاستهلاك، وتتم هذه العملية بشكل واضح وملموس وملاحظ من خلال الإعلانات التجارية ومن خلال بعض البرامج اللي ربما برامج بتتكلم عن التكنولوجيا، بتتكلم عن الأجهزة، بتتكلم عن كل مواد الاستهلاك بكل أنواعها، حتى الموضة، تسريحات الشعر، التقليعات الجديدة، كل الأمور هذه بتركز ربما برامج تخصص بالكامل من أجل هذه التقنيات ومن أجل هذه المواد الاستهلاكية. فثقافة الاستهلاك أصبحت متجذرة ومتشعبة في فكر المستهلك العادي. طبعا الإنسان العادي قليل الثقافة واللي لديه بعض من السطحية في التفكير، أصبحت فكرة الاستهلاك وفكرة اقتناء كل ما هو جديد يشكل بالنسبة له قطعا شيء من ربما تضخيم الذات والإحساس بالذات والإحساس بوجوده وبقيمته لدى المجتمع، لأنه للأسف بعض الشخصيات تقيم ذاتها من خلال ما تملك ومن خلال ما تلبس. دكتور، الموضوع مع هؤلاء الأشخاص يعني ليس فقط ثقافة الاستهلاك وخلافه، يعني المنتج سوف يتوفر طوال الأعوام في السوق، يعني راح يكون متوفر. الفكرة لدى هؤلاء الأشخاص هي أن يكون هو أول من يحصل على هذا الجهاز أو أول من يقتني هذا الجهاز. فكرة أن أكون أنا رقم واحد في الحصول على هذا الجهاز في علم النفس تحديدا، كيف تنظرون إليها أنتم كاستشاريون في علم النفس؟ هوس، جنون، في بعض الحالات جنون اقتناء. وخليني فقط أنوه إنه هذا المشهد ربما هو يعني ليس فقط لدينا، هو محلي، هو المشهد يتكرر في أوروبا ودول العالم بشكل أكبر مما هو لدينا، يعني إحنا الموضوع معنا الفترات الأخيرة فقط. طبعا هو هوس ونوع من انواع الهوس، وانواع الهوس كثير، عندنا انواع كثيره من الهوس. في بعض انواع الهوس عندك هوس ابرام النيران واشعال النيران، في بعض الناس يحس بالمتعه من اشعال النيران على سبيل المثال. متعه الاقتناء والتسوق وان اكون انا الاول ايضا من ضمن انواع الهوس التي يندفع اليها بعض الناس، لكن المسبب العميق خلف هذا الموضوع هو عقده نقص لدى من يتجه لمثل هذا النوع من المسابقة ومن محاولة الظفر في اقتناء أمور استهلاكية، أن أكون في المقدمة وأن أكون من أوائل من يستهلكون هذه الأمور. اللي يطبع خلف الموضوع ده قطعا عقدة نقص. الإنسان اللي بيحاول يعمل الموضوع هذا لديه نقص في ذاته، نقص في شخصيته، نقص في مكوناته الداخلية، في شيء من التردد الداخلي، في شيء من عدم الثقة بالنفس، فبيضطر أنه يمارس بعض السلوكيات من ضمنها اقتناء مثل هذه المواد كشخص أول وكشخص مقدمة من يقتني هذه الأمور، حتى يعوض ويخفي الجانب الناقص الموجود لديه في شخصيته، فهو في الأخير يعود إلى عقدة النقص بالدرجة الأولى. يعني إحنا نتمنى عقدة، أو الكثير يعني اللي يسمعونا يعني يعرفوا أنه فعلا هي عقدة نقص أن تكون رقم واحد، كما أن تكون رقم 30 في اقتناء مثل هذه الأشياء تحديدا. أنا أشكرك استشاري الطب النفسي ومدير عام مركز خبراء النفس بجدة الدكتور محمد الحامد على هذه المعلومات. أتمنى يعني من لديهم مثل فعلا مثل هوس أن يكون رقم واحد، نتمنى أن يكون فعلا هذا الهوس في التحصيل العلمي في أمور ننفع فيها نفسنا أولا ومن حولينا، وليس باقتناء مثل هذه الأجهزة. ويعني سمعنا الدكتور أنه هو عقدة نقص من يحاول اقتناء مثل هذه الأجهزة في المقدمة.
نتابع أيضا بعد قليل مشاهدينا في مساء الوطن ارتفاع أسعار الأضاحي مع قرب العيد ودعوات لتدخل الجهات الرقابية لضبط الأسعار. في صفحة ما وعلى صحيفة ما كلمات تكتب وكاتب كلمات يرمز إلى شيء تارة وتارة ترمز إليه الأشياء عندما يتحدث القلم. تابعونا في الأوقات التالية. من جديد أهلا بكم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود أمرا بترقية وتعيين 125 قاضيا بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي، وشمل الأمر الملكي ترقية 40 قاضيا على درجة قاضي استئناف وترقية 34 قاضيا على درجة رئيس محكمة ألف، إضافة إلى ترقية 16 قاضيا على درجة رئيس محكمة باء وترقية 5 قضاة على درجة وكيل محكمة ألف وثمانية قضاة على درجة وكيل محكمة باء وأحد عشر قاضيا على درجة قاضي ألف وعشرة قضاة على درجة قاضي باء مع تعيين قاضي على درجة قاضي باء. تمكنت دوريات حرس الحدود بقطاع الحرث بمنطقة جازان من إحباط عملية تهريب 150 بلاطة حشيش، وأوضح نائب الناطق الإعلامي بحرس الحدود بجازان الرائد حسن القصيبي أن الدوريات بقطاع الحرس على الحدود الجنوبية رصدت أشخاصا يحاولون اختراق الحدود السعودية سيرا على الأقدام يحملون على ظهورهم أكياسا لا يعرف ما بداخلها قادمين من اليمن متجاوزين خط الحدود للداخل، وقامت الدوريات على الفور قامت باعتراض المهربين وأطلاق عدد من الطلقات التحذيرية لاستيقافهم، ونتج عن ذلك سيطرة رجال الأمن على الموقف. فككت شرطة منطقة الرياض أربع عصابات إجرامية ضمت 14 لصا بينهم 6 سعوديين و6 من الجنسية التشادية ويمني وسوري استهدفوا المنازل والسيارات لسرقتها، وارتكبت شاديون الستة سرقة السيارات تحت تهديد السلاح الأبيض. وجاء التحرك الأمني لشرطة منطقة الرياض عقب تصاعد حدة المخاوف من تلك الأنماط الإجرامية وتصاعد شكاوى عدد من المواطنين والمقيمين في أحياء مدينة الرياض لإمارة منطقة الرياض، حيث وجه سمو أمير الرياض الجهات المعنية بشرطة منطقة الرياض بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر تلك العصابات الإجرامية على سكان أحياء العاصمة الرياض. ضبط مفتشو وزارة العمل 5706 عمال قدموا بتأشيرات عمل موسمية بعد أن تبين مخالفتهم لضوابطها وعدم التزامهم بما خصصت له هذه التأشيرات من القيام بأعمال محددة وقت الحج، وذلك في إطار عمل الوزارة لمراقبة التأشيرات الموسمية في موسم حج العام عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية. تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أسرة مكونة من طفلين وامرأة بعد اشتعال الحريق في شقتهم بحي العزيزية، كما تمكنت من إخلاء جيرانهم بالشقة المقابلة والبالغ عددهم 4 أشخاص، حيث تلقت غرفة العمليات بالدفاع المدني بلاغا عن حريق في شقة بعمارة سكنية مكونة من طابقين تحتوي على عدة شقق بحي العزيزية.
وصلت إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الوحدة الثالثة لمشروع محطة تحلية المياه ينبع، إذ استقبل الميناء السفينة الكورية دونغ بانغ جينيت الثالثة وتحمل على متنها الوحدة التي تعد أكبر وأضخم وحدة تحلية في العالم، يتم نقلها في الشرق الأوسط لتتم ترسيتها في محطة تحلية المياه المالحة غرب المملكة. ارتفعت أسعار الأضاحي في أغلب مدن المملكة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وبلغ سعر الأضحية 2000 ريال للرأس، ولم يتوقع الأهالي أو تجار المواشي بهذا الارتفاع، حيث وصل سعر الأضحية كبيرة الحجم إلى 2000 ريال، في حين كان سعر مثيلتها في العام الماضي لا يتجاوز 1500 ريال. وأكد تجار المواشي هذا الارتفاع مبررين ذلك بقلة المعروض من الأضاحي وكثرة الطلب، فيما أكد آخرون أن الأسعار مرتفعة ومبالغ فيها خصوصا النوع البلدي. واشتكى المواطنون من استغلال تجار المواشي لموسم العيد، مطالبين الجهات الرقابية بوقف التلاعب في الأسعار كبح جماحها. الآن مشاهدينا ننتقل إلى قصة صحافة مع الزميلة نوف. مساء الخير نوف، قصة صحافة لهذا اليوم عن ماذا؟ اليوم عندنا القصة إنسانية. أهلا بكم مشاهدينا، قصتنا الصحفية لهذا المساء خبر من صحيفة الحياة بعنوان أب مصاب بمتلازمة داون لا يعرف عائلته لكن حياتهم طبيعية. أثارت صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب مستخدميها، إذ تظهر أبا يعاني متلازمة داون برفقة أبنائه وهم يفخرون فيه. وحققت الصورة أرقام مشاهدة وتعليقات مرتفعة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، محققة إشادة كبيرة لبر الأبناء بوالدهم الذي لا يعي أنهم أبناؤه، ليتحولوا مع مرور الزمن إلى أبائه الذين يرعونه. إذ ولد الوالد بمرض متلازمة داون الذي يقيد التفكير ويبقي المريض في مرحلة عمرية محددة. وسرد علي سعيد الحميدي وهو أحد الأبناء قصة والده التي تقترب من حدود الدهشة، وقال يبلغ والدي الآن 53 عاما قضاها في معاناة مستمرة مع مجتمع لا يستطيع أن يتقبل إلا الأصحاء. ويحيى أحد أبنائه أيضا قال بالرغم من نصائح الأطباء أن ينسى الوالد أمر الزواج والإنجاب خوفا من انتقال المرض، نصح بعض الأصدقاء جدي بتزويجه من الخارج، فذهب إلى الهند وعقد قرانه على والدتي. وذكر علي وهو أحد الأبناء أيضا المصاب أنه بعد أو أحد أبناء المصاب أنه بعد 4 أعوام قررت والدتي العودة لوطنها تاركة خلفها والدين وبنتين، كان مصيرهم أن يتوزعوا بين الجبال والدمام والأحساء. وقال علي كنت أعيش مع جدي ولم أكن ألتقي بإخوتي بل نسيت ملامحهم، وبالمصادفة التقيتهم بعد مرور عامين في لقاء سريع. وأضاف بحسرة كان همنا الأكبر كيف نطرد المتخلفين عن والدي الذين يحاولون إيذائه، وهذا الأمر تغير حين كبرنا وأثبتنا للمجتمع أن هذا الرجل المريض أنجب رجالا وسيدتين يفتخرون فيه مثلما يفتخر بهم رغم اضطرارهم لترك الدراسة، إلا أنهم مسرورين حين دخل أخوهم الأصغر إلى الجامعة لتتحقق أحلامهم. وندعو للوالد بالشفاء وللأبناء البارين بوالدهم بحسن الجزاء. ونعود إلى الزميلة حفصة. شكرا نوف. نتابع أيضا مشاهدينا في مساء الوطن. أشجارها والمساحات الخضراء الخلابة التي تكسوها وأشكال مدرجاتها الدائرية الشكل ومنازلها الأثرية الأسطوانية التي تزين قمم الجبال والتي تحتضن السحاب والضباب، وتحيط بها مجموعة الأودية الكبيرة التي تجري فيها المياه طوال العام. محافظة فيفا تقع على ارتفاع 12,000 قدم عن سطح البحر، وتعتبر قمة العبسية أعلى قممها، تتميز بشدة انحدارها في كل الاتجاهات
وعرة المسالك والدروب كثيرة المنعطفات، ووصفها الرحالة البريطاني فليبي بأنها تصلح ميدانا لهواة التسلق. وعرة هذه الجبال لم تصمد أمام من استوطنوا هذه المنطقة، فبتعاونهم شقوا الطرق في عرض تلك الجبال لتنقلهم بمواشيهم من وإلى الجبل وخلاله، وطوعوا الطبيعة لصالحهم، فمن حجارته بنوا بيوتهم وأنشأوا المدرجات لتحوي التربة لاستغلالها في الزراعة. المدرجات الزراعية في فيفا تعتبر من أبرز العناصر الجمالية لهذه المنطقة والتي أذهلت زوارها، وتشكل المدرجات فيها أسطورة من حيث بنائها وعددها الكبير. على الرغم من وقوع جبال فيفا ضمن مناخ قاري حار رطب صيفا ومعتدل نسبيا شتاء، إلا أن هذه الجبال تتميز بمناخ فريد خاص بها أمهلته الطبع الجبلي الخضراء والارتفاع الشاهق، ويكثر الضباب في فصل الصيف مما يضفي على جمال تلك الطبيعة في فيفا جمالا آخر، ولذا توصف جبال فيفا بأنها معشوقة الضباب. المنازل القديمة هنا تحمل اسما خاصا بها تميزها وتميز أهلها، فيكون المنزل كأنه علم من الأعلام، حتى أن الأشخاص يعرفون باسم منزلهم، ومن النادر أن يتكرر اسم منزلين في جميع أرجاء الجبل، وفي الغالب ما يكون هذا الاسم إما صفة مثل السماع لأنه يسمع ما تحت وفوق الجبل بسهولة، أو يكون للاسم مناسبة أو حادثة معينة. شكرا لكم مع المتابعة مشاهدينا، أمل أن تتفضلوا بمتابعتنا على حسابات البرنامج في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب. أيضا لا تنسوا أن تزودونا بمشاركاتكم آرائكم اقتراحاتكم وتقاريركم وإبداعاتكم التي نعدكم بأن تجد طريقها إلى الشاشة. إلى اللقاء في مساء آخر يوم غد.